تسمعون هذا الصوت، هذا صوت جهاز الخلط المغناطيسي، لا زال إلينا اليوم نحن في تركيب القاعدة، القاعدة الخاصة بمخلط التأسيس. أدهانه ثقيلة مرة، إن شاء الله بإذن الله بتحصلون على مخلط فاخر فاخر جدا بإذن الله. خلاص لين اليوم نحن نقول ان شاء الله باذن الله ان القاعده جاهزه، اختبرنا الرايحه، سوينا الاختبار، ما شاء الله لا قوه الا بالله، جاهزين، معملنا جاهز، امورنا جاهزه. ومن اللي بيركب المخلط؟ الشيخ عبد القرشيد. يا هلا وسهلا بهذه الطلة، يا مرحبا. يوم التأسيس يوم غالي على كل سعودي، ما هو كل سعودي بس، كل من يعيش على هذه الأرض ويأكل من خيرها وينعم في خيرها، صح؟ نحن فرحين جدا بهذا اليوم. ما يسمى الورد الطائفي، ما يخفاك أنها اليوم يمكن أسبوع وهي تصور هذه القاعدة اللي الآن فضيلتكم بيركبها الآن إن شاء الله بإذن الله. تتشرف ميسة من الورد الطائفي بأن يديك الكريمة إن شاء الله بإذن الله بتحط في هذا المخلط، وش بيطلع هو ما شاء الله تبارك الله نور على نور. شم القاعدة كيف؟ إيش رأيك في القاعدة؟ وش بتصير الحين؟ ترى فيها مستخلص بثلاثة الورد وفيها ما شاء الله تبارك الله، وش بتصير الحين؟ لا أضفنا عليها الدهن الهندي تربل اي، ومخلط اللي 70% فيه مستخلص بثلاثة الورد الطائفي والورد الطائفي، ها، وايضا عنبرية ميسم اللي فيها نوادر العنبر حول العالم، بنحط على هذا الحين قريبة دحين، بس نوزن المقادير عشان ايش، هي 22 تولة 44 ربع بس، واصدار حصري لهذه المناسبة. هذه فرصة، فرصة أي فرصة. هذا اللي تكلمنا عنه، فيه 70% ورد طائفي ومستخلص بثلاثة الورد الطائفي، أدهان عود مع الورد ومع مستخلص بثلاثة الورد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مخلط التأسيس، هذه القاعدة اللي اشتغلنا عليها اليوم تقريبا 7 أيام، وهي في جهاز الخلط المغناطيسي. أول شيء أضافها أبو عبد الله، أبو عبد الله عطار من ذو عام 1399، هذا دهن الهندي البيور. أوه معلم، شفت هذه الحركة؟ ها لسه سويت عشان تغسل التراب معلم عطار خبره
50 عاما. والله نعم، والله نعم. شفت هذه الحركة؟ ما تخلي إيش؟ ولا قطرة تراب مسك الغزال، وهذا الورد الطائفي مع الأدهان مستخلص فترات الورد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من أسرار المهنة ترى. أيوة الغسل ها؟ هذا عنبر قديم، عنبرية تسمى. عنبرية ما يسمى. عنبرية ما يسمى. عنبرية قديمة، هذا نظام قديم. ما شاء الله 22 تولة. بتصير 21 ترى يمكن. 250 قسمها 12 شوف. ما شاء الله لا قوة إلا شفت الوزنة شوف شوف. شوف الرقم هنا كم؟ بالضبط بالملي. 250 ها؟ بالملي. شفت المقاييس اللي عندك؟ بالملي. نعم. هاي تعطيك إن في دراسة. دقيقة. نعم. هذا التأسيس مو لعب. تأسيس. يا بالله ارفع القطرة في فوق يدك شوف شم مخلط التأسيس هذا مخلط حصري والعدد هذا بس ونازل والله نازل نعم ونازل لهذه المناسبة بهذه الكمية بس يا تلحق ويا ما تلحق الله الله ايضا لو تلاحظون شوفوا ما يمسح بقوه عشان لا تطبع في المكان الابيض في المكان البارز الاحمر معلم شوف هنا نتكلم عن قاعده اشتغلنا عليها 7 ايام وقبلها هذه القاعده اشتغلنا عليها تقريبا 45 يوم قبل ما تصير 7 ايام ترى في الخلاط بعدها مزجت بدهن الهندي الكمبودي تربل اي والمستخلص بطلات الورد والورد الطائفي وعنبرية ميسم الورد الطائفي ما شاء الله لا قوة إلا بالله الود ودك تأخذ تولتين ثلاثة أربعة لرمضان وما هو ولكن العدد نعم النادر لندرة هذا الموسم والمناسبة مناسبة كبيرة وصف النكهة اللي يسأل عن وصف النكهة يبدأ معك العنبر تشم رائحة عنبر قديم رهيب بعد شوي كذا بتطلع معك رائحة العود الهندي يقلب برائحة العود الهندي ويعطيك رائحة الورد يعني بيبحربك في حدائق جميلة من الروائح خلاص وما عاد يحتاج خلط الآن يحتاج إيش تعبية يمكن أقوى وأغرب ضمان أنك ما راح تشيل يدك أو المكان الذي تضع فيه مخلط التأسيس عن خشمك من جمال الرائحة أنا ما أبالغ في الوصف لكن أنا مع الكلام هذا ما أعطيت المخلط حقه حقيقي والسعر اللي نازل ب222 ريال تراه ولا شيء مقارنة بالمكونات وطريقة التركيب نحن نتكلم عن 45 يوم تلاها 7 ايام واليوم اللي سويناه يعني الاجمالي 51 يوم خرجنا شيء بيض الوجه ان شاء الله ثم انه يرعاكم الله الاخوان في خدمة العملاء والدعم الفني ما حد مرة مرتاح كلهم يعملون على تسعيرات التسعيرات هذه تبنى على رأس المال تبنى أيضا على عدد عدد المبيع من هذا المنتج ونشوف بعدين هل يخارجنا أن نبيعه بسعر أو نسوي عليه عرض لذلك تجد أن الكود اللي تستعمله ما يشمل كل المنتجات ليش؟ في منتجات ما تخارج ما نقدر لو أصلا ما عاد فيه بديل منها يعني زي الخلطة الخاصة الخلطة الخاصة يمكن ينزل عليها خصم بسيط مرة ولا يشملها كود خصم ليش؟ مكونات الخلطة هذه فيها 9 أدهان 3 من الأدهان هذه عجزنا إلينا اليوم ما لقيناها فلذلك سعرها موحد الخصم اللي راح ينزل فيها إكرام
لمتابعينا الكرام ومشاركة في هذه المناسبة الكريمة.